Hello everyone, this is Chef Nael with you all the way from Norway. In the following series I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. يلا على الوصفة. حليب كامل الدسم 3 كوب، كاكاو خام 3 معالق طعام، نشا الذرة 5 معالق طعام، سكر نصف كوب أو حسب الرغبة، فانيلا سائلة أو بودرة معلقة صغيرة، وقهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة، وقليل من الملح. تحريك حتى تنسجم المكونات مع بعض. نحرك حتى تكون سميكة. بعد 5 دقائق تقريبا، أخذت 5 دقائق. نوضع الزبدة 3 معالق طعام وبنحرك تقريبا دقيقة 1 أو حسب حتى تذوب الزبدة. هيك بنخليها تبرد تماما. بعد ما تبرد تماما نوضعها بالماكينة وبنطحنها. هيك أصبحت جاهزة مثل ما انتم شايفين، هي كتير روعة. بنسكبها بالكوب مثل ما انتم شايفين، هي روعة. نتركها تبرد وبعدين بنقدمها، والتزيين حسب الرغبة. بنروح على الوصفة الثانية. حليب كامل الدسم 3 كوب، نشا الذرة 5 معالق طعام، وبنحرك المكونات حتى تنسجم قليل، وبنوضع 1 كوب مربى الفراولة أو أي طعم انتو ترغبوا فيه حسب الذوق. مربى الفراولة فيها السكر وفيها الفانيلا وفيها الطعم وفيها منكهات وكل شيء مثل ما انتو شايفين. نوضع الزبدة آخر شيء. بعد 5 دقائق تقريبا أخذت معايا حتى تذوب الزبدة، تقريبا أخذت دقيقة 1، وهيك جاهزة. نتركها تبرد. بعد ما تبرد نفس الشي نطحنها بالماكينة. هي كتير طعمها مميز، ممكن نعمل اي طعم احنا بنحبه مثل ما انتو شايفين. هيك احنا بنسكبها وبنقدمها. وبالنسبة للزينة ممكن توضعوا مربى الفراولة او حسب الذوق. في أمان الله. تزورونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.